اتعرف بحضرتك. سكر ابو ضيف، نازل ليه النهارده؟ حضرتك انا نازل عشان نشوف حل المزال اللي احنا فيها ديت، ومين ورا كل الاحداث ديت. دي كوره، الكوره معروفه في كل بلاد العالم، يعني برشلونه وريال مدريد بيلعبوا بيتغلبوا، ريال مدريد غلبت 100 مره بيطلعوا يسلموا على بعض وخلاص خلص، لا في جمهور بينزل ولا في جمهور بيضرب ولا حد بيموت. دي كوره ورياضه، ما فيهاش موت ولا فيها دم، يعني هي سلام. ايه الحل بالنسبه لك؟ الحل بالنسبه لنا حضرتك احنا عايزين الحل مع مين بقى؟ اولا الحل عندنا ثلاث حاجات، يسيبوها لجان شعبيه الناس تامن، الامن مش قادر يحاسبوا الامن والامن يمشي ويشوف امن تاني، مش عارفين يعني، عايزين نعرف مين عاملين زي عسكر وحرامي او قط وفار، عايزين نوضع لنا حل للبلد. بلطجيه زادت، سرقه زادت، حكومه لا مؤاخذه، يعني الدنيا خربانه خربانه، يعني مش عارفين نامن مين. ساعة الثورة حضرتك عملنا لجان وأمننا كل حاجة بشبابنا وبناسنا. أنت رأيك إن اللجان الشعبية أهم وإن هي والله حضرتك لو الأمن مش قادر يسيطر يقولوا لنا إيه الحل، لو الأمن مش قادر يقول لك يا جدعان إحنا مش قادرين والشعب ده يسيطر، يعني الجيش مش قادر، الأمن مش قادر، وزير الداخلية مش قادر، يقول يا شعب مصر سيطر احنا بس.